تم اختيار تحالف 5 بلس يو دي سي من الدولة لتخطيط العاصمة الإدارية بالكامل ورسم ماستر بلان العاصمة. تم اختيار شركة أركي بلان بشكل خاص لتخطيط بعض المناطق داخل العاصمة، منها الداون تاون، الآر 3، ميديا سيتي، ومركز مصر الثقافي، ومسجد مصر، والقصر الرئاسي. ومن اختصاصنا كتابة كراسة الشروط اللي بناء عليها المطور العقاري يقدر يبني. وبما أننا كان لنا رؤية في تخطيط العاصمة الإدارية بالكامل وتحقيق أهدافها، كان لنا دور في تحقيق نفس الأهداف في مشروع على نفس النهج.